مشاهدينا حياكم الله من جديد. مشاهدينا شهد سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية اليوم الأحد في مكتبه توقيع اتفاقية بين معرض 09 الخيري ومؤسسة تحقيق أمنية في دولة الإمارات. وقع الاتفاقية سعادة حمدان الكعبي عضو مجلس أمناء مؤسسة تحقيق أمنية في دولة الإمارات والأستاذة حصة غانم الفلاسي مدير معرض 09 الخيري. وجاءت الاتفاقية تجاوبا مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه لعام 2017 عاما للخير، ونصت الاتفاقية على أن يذهب ريع معرض 09 الخيري في دورته الرابعة إلى مؤسسة تحقيق أمنية طبعا حياتهم لمنحهم الأمل والإرادة والإسهام في سعادتهم لاستكمال مسيرتهم الحياتية العلاجية، بالإضافة إلى رفع روح المعنوية لأسر هؤلاء الأطفال.